يذكر أن موسى ابن عمران كليم الله كان رجل من قومه يؤذيه ويتهكم به ويستهزئ به، يسبه ويشتمه، يقول له: يا موسى، أو ما وجد الله غيرك فيكلمه، أو ما وجد الله غيرك فيرسله ويجعله رسول. اشتاط غضب موسى، وفي لحظة كان يكلم فيها الله جل وعلا اشتكى ذاك العبد إلى الله جل وعلا، قال: يا رب، عبدك فلان يؤذيني ويتهكم بي ويستهزئ بي، يا رب، عبدك يستهزئ بي ويتهكم بي. قال الله: يا موسى، إذا عاد عبدي إلى فعله فمر ما شئت من خلقي يا موسى فليهلكه. مضت الأيام، مرت الأيام، فمر موسى بجوار ذاك الرجل، التفت إلى موسى وبدأ يطلق استهزاءه وكلماته: أو ما وجد الله غيرك يا موسى فيرسله، أو ما وجد الله غيرك فيكلمه. التفت موسى بعد أن اشتاط غضبه: أي شيء من خلق الله يأمره فيهلكه؟ أيأمر السماوات؟ أيأمر الشجر؟ أيأمر الجبال؟ أيأمر الريح؟ التفت موسى إلى الأرض، قال: يا أرض، يا أرض ابلعيه، يا أرض ابلعيه. وإذا الأرض بأمر ربها تبتلع ذاك الرجل ويغوص في أحضانها. يلتفت الرجل وإذا هو يغوص في أحضان الأرض، يلتفت إلى موسى ويناديه ويستجديه: يا موسى، يا موسى، لا أعود، يا موسى أتوب، والله ما أتهكم بك ولا أستهزئ بك بعد اليوم. وموسى ينظر إلى الأرض ويقول: يا أرض ابلعيه، وهو ينادي موسى في كل مرة: يا موسى لا أعود، يا موسى أتوب وأرجع وأستغفر، يا موسى والله ما أتهكم بك ولا أستهزئ. وموسى يقول: يا أرض ابلعيه، حتى غاص في أحضان الأرض. كلم الله موسى، قال: يا موسى، ما أقساك، كم ناداك عبدي واستجداك، والله لو قال عبدي واحدة يا الله لخلصته منك، والله لو قال عبدي واحدة يا الله لخلصته منك. كما أقول أنا وأنت في سجودنا: يا الله، هذا العبد يستهزئ بموسى كليم الله ومن أولي العزم من الرسل، ومع هذا يقول: لو قال واحدة يا الله، واحدة يا الله. أما آن الأوان يا أحبه اليوم أن نقول: يا الله، أن نشق الطريق، أن نعلق القلوب بالله. أمتكم في أمس الحاجة لكم، يا من تسمع هذه الكلمات وهذه العبارات، إني أحملك أمانة الدين. الإسلام أمانة، الإسلام اليوم جريح، وأمتنا يا أحبة قد تكالبت عليها الأمم، وكل يوم جرح جديد. هذه جراح المسلمين في سوريا، ودماؤهم وجماجمهم تسفك، ونحن السبب. إي وربي، نحن السبب. كيف ينصر إخواننا ولا زلنا نسمع في شوارعنا وطرقاتنا أصوات الموسيقى والغناء؟ كيف تنصر أمتنا ولا زال شبابنا قلوبهم معلقة بتقليد الغرب وبمباريات الغرب وبشهوات الدنيا؟ إذا تعلقت القلوب بالله ونصرنا الله وتمسكنا بالكتاب وبالسنة أتى النصر. والإسلام مسؤولية كل واحد. ماذا قدمنا لدين الله؟ ماذا قدمنا لدين الله؟ عبد المجيد شاف في ثاني ثانوي لما انتاب أصبح اليوم يقدم لدين الله، والله يا أحبه يعمل شبكات وتصميمات للمكاتب التعاونية. ما الذي تغير في حياة عبد المجيد طالب في ثاني ثانوي؟ كان يخدم الشر، كان ما لهم إلا الشهوات، واليوم هو اللي يسوي التصاميم والإعلانات والبنارات، ويعمل الشبكات المكاتب التعاونية ولدور التحفيظ وللجمعيات الخيرية. ما الذي تغير في حياة عبد المجيد؟ تغير القلب، حمل الإيمان فحمله الإيمان، وقدم تغيرته على دين الله، فأخذ يقدم ويبذل لدين الله. وأنت متى تقدم؟ متى تبذل؟ الذين تابوا وعادوا إلى الله عز وجل في سنك أحسن منك في إيش؟ أرجل منك في إيش؟ اللي قاعدين يقدمون لدين الله عز وجل أحسن منك في إيش؟ زادوا عليك في إيش؟ إذن أنت متى تتقدم؟ متى ترجع؟ الله أني أعلم من داخلك إرادة وقوة وحب لله عظيم. من اليوم، من اليوم شق الطريق فيما بقي من حياتك وقل: يا الله، فسيغفر الله كل ما مضى.